بسم الله، أسرع وجبة كيتو دايت تقدر تاكلها كده بعد التمرين على طول. أول حاجة طاستك الشقية هننزل فيها ب 10 جرام من الزبدة الفلاحي، بعد كده 100 جرام من اللحمة المفرومة قليلة الدسم، والدسم فيها كان 10% بس. هنفرطها بقى كده من بعض بالشكل ده لغاية ما نخليها توصل معانا للشكل ده، بعد كده ننزل عليها ببيضتين ونقلب كله في بعضه. عبال ما تعمل سيف ولايك وفولو للأكاونت هنزل لك السعرات الحرارية بتاعتها، في النهاية هتطلع معاك بالشكل الجامد ده. الوجبة كلها 420 كالوري، 31 جرام دهون، 35 جرام بروتين. كبدة اسكندراني ودايت، وبيقول لك الدايت حرمان. 100 اللي انت شايفها قدامك دي 433 كالوري، 52 جرام بروتين. صلي على النبي، وهتجيب 250 جرام كبدة. ونجيب الميزان بتاعنا عشان مهم قوي في الموضوع ده. نزل كده ب 11 جرام من زيت الزيتون، دي السعرات الحرارية اللي موجودة فيه. ده كده هنجيب الكبدة ونكون مبيتينها في التوابل، والتوابل بتاعتها كمون وثوم وملح وفلفل اسمر بس. ودي بقى السعرات الحرارية اللي موجودة فيها. اهم حاجة وانت بتسويها تنزل بربع كوباية مية عليها كده وتغطي وتسيبها تستوي مع نفسها كده ربع ساعة. بعد ما تستوي هتطلع معاك بالحلاوة دي، فيها 433 كالوري، ودي باقي الميكروز بتاعتها. وانا كده بقى قلت لك، لو جبت 250 جرام زبادي عليهم معلقة سكر دايت عليهم 200 جرام من المانجا، كده انت عملت احلى وجبة عشاء فيها 224 كالوري متقسمة ما بين الزبادي والمانجا، تقدر تاكلها بعد الجيم. فيها 3 جرام دهون، 36 جرام كارب، 18 جرام بروتين. اروق وجبة تعتمدها في الدايت بتاعك. الوجبة دي حرفيا قنبلة بروتين، احلى احساس هتحسه بالشبع لفترة طويلة جدا. مكوناتها عبارة عن جزر وخيار و312 جرام من الجبنة القريش وكيس البيك رولز ده، بس ده هقولك على سعراته في فيديو الجاي. وباقي الميكروز 13 جرام فات، 23 جرام كارب، 37.9 جرام بروتين، يعني نقدر نقول 38 جرام بروتين. كل الوجبة دي بس كده بنفس الجرامات اللي انا حاططها لك، وصدقني هتدعي لي كتير جدا. اولا هتريح بطنك، ثانيا هتحس انك شعبعان جدا جدا جدا. دايت اليوم 48، ونبدأ بقى النهاردة فطرنا بطبق سلطة كبير مكون من خيار وطماطم وفلفل، و100 جرام جبنه قريش فيها 98 كالوري و11 جرام بروتين، ومعلقه زيت زيتون فيها 119 كالوري بس. ونبقى كده خدنا من الوجبه دي البروتينات والدهون الصحيه اللي احنا محتاجينها. والسناك معانا النهارده كان كيس فلامانكو 140 سعره، وده بيرجع ان لكل 10 جرام منه 20 كالوري، وبيحتوي كمان على 6 جرام بروتين. ده على كده البيضه اجدع منه على فكره. اما بالنسبه لوزن الكيس بقى فكان 75 جرام، وانا فطرت بنص الكيس بس يعني 70 كالوري. كده مجموع الوجبه كله 287 كالوري. بعد ما فطرت كده بقى يا باشا نزلت اتمشيت كده لغايه الشغل من 3 ل 5 كيلو، والوقت ده خد معايا بالظبط كده ساعه واحده بس في المشي. والساعه دي على فكره بتفرق معاك طول اليوم، وبتفرق معاك في حياتك، وبتفرق معاك في كل حاجه. لايك وفولو واستنى. 150 جرام موز و200 جرام جبنه قريش فانيليا بس كده. انزل بالمكونات في الخلاط، وال150 جرام من الموز فيهم 134 كالوري. واخر الفيديو هنزل لك الميكروز والسعرات كلها بتاعت الوجبه. اما ال200 جرام من الجبنه القريش فيهم 196 كالوري. سكرك الدايت بقى اللي تحبه، كده كده زيرو كالوري، مش هيزعلنا في حاجه. بعد كده انزل على الكمية دي بكوباية مية او كوبايتين كبار على حسب الكمية اللي انت عايزها قد ايه، بس الكمية دي تعمل معاك لتر بالظبط. بعد كده هيطلع معاك بالشكل ده. الكمية دي كلها فيها 330 كالوري، 41 جرام كارب، 9 جرام دهون، 23 جرام بروتين. تقدر تشربها كلها مرة واحدة كوجبة سناك صحي في اليوم، وممكن تقسمها على مرتين. كده كده معاك الكمية لتر، ممكن تقسمها على كوبايتين. الكوباية دي هتاخد بالظبط معاك 500 ملي. يبقى احلى واحلى لو شربت واحده الصبح كده ساعه الحر الجامد، واحده بالليل كده قبل ما تنام، هتحسسك بالشبع جامد جدا. متنساش بقى اللايك والشير. اسرع عيش شوفان ممكن تعمله في الدايت بتاعك لو مستعجل قبل ما تنزل الشغل. بصوا العيش منفوخ ازاي وقوامه وشكله جميل ازاي. اعمل لايك كده وشير عشان غيرك يستفيد. اقول لك على السعرات الحراريه في اخر الفيديو. هتسمي الله كده وتجيب 50 جرام من الشوفان، تحطه في الخلاط وترش عليه رشه ملح صغيره، بعد كده معلقه زبادي كبيره وزنها على الميزان 65 جرام. ده زبادي خلي الدسم، بعد كده ننزل عليه بشويه ميه، بعد كده في اي طاسه عندنا كده تكون كبيره وما بتلزقش نحط عليها 5 جرام من الزبده، وننزل عليها بالمنسوج بتاعنا بالشكل ده. دي اول واحده عملتها ما ظبطتش معايا، بعد كده عملتها تاني وظبطت معايا وطلعت معايا بالشكل ده. وبكده بقى